بالكامل وتوكل على الله وحده. صلاة الصادق اثمان عربي سكان المزور بنغازي. طلعت انا واثنين طلعت اربع نوار ما وفار من مزرعتها. حاجة. انا ضاعت من الكتيبة نتاعي كتيبة اللي هو الاول مشاة كتيبة ثلاثة مقاتلة. ضاعت منهم انا ما يعرفش وين نعدي. تهبطت وين جيت مع المصاريط هذه. ضاعت مرات نتاعهم. ما عندناش روح اربع انفار معايا. مع عمر الله مشاة هو مع صبايا واطفال صغار. مع من؟ اطفال صغار وصبايا. تمام. تمام مع عائلتها. والله طب يسبح لكن حرام تحط عليه والله. مش هو طالع لبس طاقية مش باين بأنه واضح بأنه ماما عرفنا من الشعر أنا وهم مصراتي اللي يشدوه جي شديتها مع مصراتها الذهب ذهب هذا خضر مصراتي جي كتفت أنا قال لي أنا زي ولدك علي تكف زي أبوك نعطي كف التالي بمسك من شعر نضيح روحه تمام جوني عرب مصراتها عرفت من مصراتها كرني كروني عرفت من مصراتها بفكوا مني قلت لهم انا شايل البنغازي قالوا لي لا لا وين تريد الشارع؟ قلت لهم انا ما ادري الشارع وقاعد من بنغازي قالوا لي انت بس ما يصير شيء ضروري كله وين؟ نمشي وين؟ مزرعتها شوي قال لي واحد منهم جاي بيصحى فيه واحد صحاب قال والله ما انا ما جاي به قلت له والله انا عندي به قلت له ما تبي تطلق انت معي قاعد معي ويجدك يا معمر طلعت طقه في تاعت بار انا وواحده في راسها وين وين ضربه انا كويس الثانيه وضربه انا كويس انا في معمر هذا في معمر ان شاء الله صلعت البشا كلها خليتها كما خليها ربي كويس لا ابي قالوا والله ما انا خاشه مصراته خش مصراته والله اني قتلوك طلعت معهم انا رحت مصراته قلت خش مصراته والله اني قتلوك كويس انا كنت ماشي بسيارتي الخاصه شبر عندي الشبر البيض هذا سيارتي خاص حقيت صاحبي يلعب فيا ورايا ما ندرش اي شيء طلعت قبل من اساف وركبت سيارتي ورديت شغل بنغازي خذيت من الخاتم بتاع وخذيت من هذه الصورية صنعت هذا الدم بتاع هذا الخاتم وريد الخاتم الله مكتوب في صفية بركاش صفية بركاش سبعين سنة سبعين 1970 10 تصاوير مع صفية الله يتجوزها مع صفية ليت مكتوب ترى قول ان الله كم عيد جواز كم مكتوب 1970 يا شيخ 10/9/1970 هذا الخاتم الذهب ايوه الله يرفع يا تريد 10/9 اي بطل يرفع ترى الله يعزك 10/9/1970 كبروا يا شباب كبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وخذوا مني بندقيتي وانا قاعد في الصاله. لا بندقيتي. خذوا مني بندقيتي. باهي ان شاء الله خير. نحن والله ما في غامة ريس الشارع. قلت لهم كيف انا قاعد بينهم مش عارف والله ما مش عاد ماني عيننا. تمام وخذوا بندقتي وخذوا مسدس نتاعي. مسدس بلجيكي وخذوا مني بندقة نتاعي. مسدس بلجيكي. بلجيكي ان شاء الله. مسدس بلجيكي اللي يتكلموا عليه في التلفزيون وانت هذا نتاعي. ذهب ولا اسود؟ هو من بنغازي حتى هو ضربه معايا. شو اسمه؟ اصلا والله اعلم قسمه ما نعرفهاش. قريب اربع طايقه جا في معمر طيب انت وحده تحت باطا انا وحده تحت باطا كما قلت انت توفى دغري بعد الضربه هو نص ساعه مش طيب روح توفى بعد لا طول بروحه مش طلع طايقه جت هناك اه وتم نص ساعه توفى نص بعد نص ساعه من ضربه طول يعني طول يعني مش بالتحديد يعني نعم اه فهمت علي شويه طول روح مو مخرج تصور شويه وعرفت على وجهه هو يقول لي حرام عليك ولا نفس على وجهه ما فيش حاجه حرام راجل والله يا راجل انت لما ربطت ايش ربطت الله يحفظك في البدايه ما ربطت بشيء ما هو شيء اصلا هو مش لا ما فهمتنيش يعني عندك حبل عندك كيبل تاير عندك شيء كتفه بيديه بس عليك ترى ضربه من شارع تمام من كاين معاه بالضبط قلت لي نساء قريب اربع انفار ولا خمس انفار حاطينهم عند جعب حرصات نتاعها كويس الجعب هذا اللي بشعره انا صرت معه ما عرفتش الا في الجبهه ما شديت غرب انا في شعب اكثر من الحرسات نتاعهم قالت لي كذا قلت لهم طيب قداك كاين جوا في شعب ولا برا؟ داخل ماشي مشاهد العائلات كم عائله؟ الله اعلم اني ما اكذبش عليك مش مشعبه جوا مش مشعبه جوا مش مشعبه جوا كيف ما يقول لا كذب 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 اه اوكي لقيته بالضبط وين؟ نظام في الله تحكي طالع منها طالع مشاه طالع مشاه ولابس نفس الباقي البدله هذه بتاع نفس السروال كنت على صوت انا صرت الى عندنا شيخ رفاعه كندرا وريني اعطينا التفاصيل كامله كندرا صوت الى عندنا بوت يعني بوت ايوه ايوه
ولابس سروال كيف هذا؟ باقي البدل هذه نفس البدل والله دم متاع موريته سود هذا الدم متاع نجس حله وتشوف هذا شو بيت عليه لا لا خليه عندك هذه لا خلاص وبعدين هذا فكره ثانيه ان شاء الله والخاتم ما راح يكون ريال 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 ان شاء الله هذه يقول لك مرض فيها في اوراق معاه انا في اوراق معاه مضبوط في اوراق قاعد عندك كيف في اوراق يا شباب صوت يا شباب صوت كيف في اوراق ولا حاجه ما فيش اوراق هو معاه كاس اوراق معاه شنو معاه اخرى بس لا بس ما بس ما معي الشنطه بندق قفلني ما معي الشنطه بيو الشنطه اللي حكوا عليها اللي قوام معاه ما فيش شنطه بندق قفلني ما فيش بندق قفلني والحجابات اللي معاه حجابات مروحه بس شنو هو في يده اه الحجاب كان في جيبه بندق قفلني خلونا نعرف مصراته بندق مش معاه ما فيش بندق قفلني عنده اللي معاه بس البندق اللي قاعد عندك شنو فلاش ولا انا عندي فلاش فلاش الكوب مطويه فلاش الكوب مطويه يا سند ما يحلقوه هم في الصوره في البدايه شعره واجد بعد شعره واجد شعره لا في شعره شويه عاد ما فيش تحليقه مش عاره وما فيش تحليقه مش عاره بقى لا فيش محلق قاف الناس ما هو نفس ما هو اصلا وجوز ما كله لا مش اصلا طريقه جديده مش قصير على غالب ما فيش عاره طويل مش طويل مش ما كله مش شعر بكر قصير مش قصير مش طويل هذا قال حتى شقه ما عمر طويل لو لي صح قصير وابيض ما فيش شعر جسمه ما بخر مزبوط ويضرب فيه قصير يا شحاج حتى اي واحد يقول انا شفت الحذاء نتاع لا قصير عمر قصير 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 ويحطي فيه قال امس شقه في حتى صفتي عالي صار يا سلام جماعه المصارعه تسحب علي جماعه المصارعه تسحبوا علي تمام ما نعرفهم مش من ما نعرفهم بنعرفه بالوجه انا اللي جابوه في التلفزيون ده حكايتهم